نرحب بحضراتكم مرة تانية. فقرة الصحافة والصحافة التحليلية من الجرائد المصرية أو الصحف المصرية، وبنطرح على حضراتكم وعلى ضيوفنا اللي بيشرفونا داخل الاستوديو عناوين الأخبار، وبنحتاج بين ضيوفنا التحليل المستمر عشان نعرف الدنيا فيها إيه. في حلقتنا النهارده بيسعدنا وشرفنا جدا يكون معانا الكاتب الصحفي استاذ هاني دانيال. اهلا بحضرتك، شرفنا منورت. اهلا بيك صباح. هبدا مع حضرتك جولتنا الصحفيه النهارده من جريده اليوم السابع. الخبر الاول بيقول توقيع 17 اتفاقيه في قمه السيسي ماكرون اليوم، الرافال تحتفل بوصول الرئيس في سماء باريس، ولقاءات برؤساء الحكومه والبرلمان ووزراء الدفاع والخارجيه والاقتصاد. الحقيقه انه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل ظهر أمس للعاصمة الفرنسية ومعاه مجموعة من الدبلوماسيين ووفد رفيع المستوى. عارفين طبعا أنه زيارة سيادة الرئيس لفرنسا دي مش الأولى، زارها قبل كده يعني دي ثالث مرة، لكنه ده اللقاء الأول ما بينه وما بين نظيره إيمانويل ماكرون. عايزين نتكلم أكتر مع حضرتك عن مناقشة كل الملفات الإقليمية والعالمية المهمة اللي هتتم أثناء هذه الزيارة، بالإضافة إلى 17 اتفاقية ما بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره إيمانويل ماكرون. يعني الحقيقة طبعا ده يعتبر أول لقاء مباشر ما بين الرئيس السيسي والقيادة الفرنسية الجديدة، وممكن هتكشف لنا أكتر طبيعة العلاقة بين مصر وفرنسا خلال الفترة الجاية. ربما كانت العلاقة مع الرئيس الفرنسي السابق وضحت أكتر، كان في استثمارات اقتصادية، كان في تبادل عسكري، الاتفاق على بعض الملفات وتحديدا في ملف الهجرة غير الشرعية والأزمة الليبية. فأعتقد أن الإدارة الجديدة بقيادة إيمانويل ماكرون هتقدر تعمل، هيكملوا هذا الأمر ويشوفوا يقدروا يعملوا إيه مع مصر، لأن مصر بتعتبر من الدول المحورية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللي بيبقى عليها عبء في وقف نظيف الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط والأوروبا، ودي تعتبر من أهم الملفات واللي هيتم طرحها مستقبل ليبيا خلال الفترة الجاية. هي دي تعتبر ربما تكون أكتر الملفات المشتركة ما بين مصر وفرنسا، هيبان أكتر التنسيق المشترك بينهم في الخطوات التالية هتبقى ماشية إزاي. فننتظر اللي ستسفر عنه هذه القمة، اللي باعتبارها أن فرنسا وألمانيا هما العمودان بتوع القارة الأوروبية في الاستقرار والاقتصاد، فمصر حريصة جدا على أن يكون لها مصالح مشترك مع فرنسا وألمانيا إلى جانب إيطاليا. فده اللي بيبرز أن السياسة الخارجية المصرية ماشية على أكثر من زاوية، بتراعي الأمن القومي وفي نفس الوقت بتراعي تبادل المصالح المشتركة بينها وبين الدول الأوروبية. يعني بما أنه سيادة الرئيس على طول الطريق مهتم بفكرة توطيد العلاقات ما بيننا وما بين دول العالم، وحضرتك كمان اتكلمت في النقطة دي وقلت أنه يعني ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى إيطاليا هي يعني دول هامة جدا في أننا نهتم أننا طول الوقت نوطد علاقاتنا بيهم، لكن في خلال الفترة اللي احنا فيها وفي الأزمات اللي بتمر بيها العالم العربي كله، عايز أعرف اللي هيعود على مصر اقتصاديا سياسيا أمنيا على كافة النواحي من كل هذه العلاقات ما بين مصر وغيرها من دول العالم. يعني لو على المستوى الأمن القومي، مصر عندها مشاكل في الغرب الحدود مع ليبيا، ودي كانت مكان ومرتع للجماعات الإرهابية أن هي تقدر تنتقل من ليبيا للأراضي المصرية في الصحراء الغربية، ودي كانت عاملة مشاكل وهاجس أمني كبير. كان في خلافات في الرؤى ما بين مصر وبعض الدول الأوروبية حوالين مستقبل ليبيا، في دول بتؤيد طيارات معينة مصر لا تؤيدها، فبالتالي كان نوع من الخلافات خلال العامين الماضيين. فالتغيرات اللي حدثت على الساحة الليبية إلى جانب تنامي المخاوف الإرهابية مع طوفان الهجرة اللي راح لأوروبا، لأن الهجرة مش بتيجي بس من شمال أفريقيا، وسط وغرب أفريقيا كله بينتقل عبر أوروبا من خلال البحر المتوسط. فبالتالي أصبح على فرنسا أن هي
تنسق مع مصر في هذا الأمر. ومن قبل نسقت برضو ألمانيا بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. فبالتالي هي في ملفات بتفرض نوع من التغير بيعمل للنساسة بالسبت. فبالتالي حصل نوع من التغيير حوالين المصالح، يهم أوروبا أن هي توقف نزيف الهجرة، وفي نفس فبالتالي بتقدم تنازلات بخصوص الأزمة الليبية. مصر نفس الأمر. فالموضوع فيه دلوقتي ربما في شبه توافق على كيفية مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا ومنع انتشار داعش ما بعد خلاص بعد ما خروجه شبه خروجه من سوريا والعراق، فابتدى ينتشر في بعض الدول، فهم خايفين من ده. فده التنسيق اللي بيحصل، إلى جانب أصلا التنسيق الأمني والاستخباراتي موجود بقاله فترة ولم يتوقف. التبادل الاقتصادي ده اللي ممكن هيبان شوية، لأن احنا برضو لغاية دلوقتي ما شفناش، يعني احنا شفنا ربما كان في استثمارات ايطاليه لما في موضوع حقول الغاز، انما لسه الامر ما تبلورش بخصوص الاستثمارات الفرنسيه. الاستثمارات الالمانيه كانت واضحه في موضوع سيمينز وقطاعات الطاقه، فبالتالي ده كان ملحوظ. عشان كده بقول في ملفات كانت واضحه، انما الجانب الاقتصادي لسه مع الجانب الفرنسي لسه ما وضحش اكتر. ربما هو الجانب العسكري اكتر هو اللي برز من خلال طائرات الرافال وغيرها من المناورات المشتركه بين الجانبين. فهننتظر نشوف اللي هيحصل ايه، نشوف رؤيه الرئيس الفرنسي الجديد ايه، رؤيته في التعامل مع مواقف ايه، لان احنا برضو لسه في مرحله استكشاف رؤى الاداره الفرنسيه في التعامل مع الملفات الخارجيه. الخبر الثاني معانا من جريدة الوطن، الخبر بيقول القوات الجوية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية وتدمر 8 سيارات محملة بالأسلحة، مقتل 6 إرهابيين شمال سيناء، والتحقيقات ترجح ارتكاب إحدى مجموعات عشماوي جريمة الوحل. حقيقة أستاذ هاني أنه يعني مازال لسه البحث مستمر وتتابع التحقيقات طول الوقت والبحث عن منفذي حادثة الواحات ضد رجال الشرطة الأبرياء. أولا خلينا نتكلم أو تعليق حضرتك عن هذا الحدث المؤسف اللي حتى الآن لسه قلوبنا بتعتصر على هؤلاء الشباب اللي راحوا ضحية هذا العمل الإرهابي، وبعدين نتكلم على عمل القوات الجوية وإحباطها لاختراق الحدود الغربية، خاصة أنه لسه العمليات الإرهابية مستمرة ومحاولات طول الوقت لاختراق الحدود. يعني بداية طبعا بنعزي أسر الشهداء ونتمنى أن يتم وقف النزيف الدماء، بس دي احنا في حرب حقيقية وده أمر مسلم به ومتوقع مثل هذه الأمور. إنما أنا عندي ثلاث ملاحظات سريعة على هذا الحدث. الملاحظة الأولى هو التعامل الإعلامي مع الحدث ما كانش بالقدر الاحترافي. الملاحظة ومثل انتشار مثل هذه الأخبار أن في عملية جوية حصلت ضد مجموعة يشتبه أن هي ضد عشم، أنا ضد ده. في معلومات ما ينفعش تتنشر، مش حقبل من المعلومات، إنما هي تريصا للمعلومات وتستقصي المعلومة الأول قبل ما أقعد أنشر. مش مع كل حادث إرهابي أقول المجموعة دي كانت مسؤولة عن الحادث 2 3 4، حس أن المجموعة دي مسؤولة عن نص الجرايم مصر. الأمر مش بالطريقة دي، الأمر أنت بتخلي الموضوع في رصد وتوثيق بناء على معلومات تاخدها من الجهات الرسمية وليس استنتاجات. دي بتعمل البابلة وفي نفس الوقت بتدي حق للجماعات الإرهابية ان هي ناجحة في مسارها، كأن المجتمع في وادي هي ماشية في وادي تاني. أيوة، بس هي الفكرة انه لو ما تمش الإعلان عن اللي بيحصل او على انه حتى لو كان مجرد او حاجة لسه غير موثقة، هنقول كلنا زي ما قلنا وقت الحادثة انه في تعتيم من المسؤولين وانه مفيش معلومات صحيحة اتقالت. ما انا عشان كده بقول ان دي كانت ثلاث ملاحظات، انا قلت الملاحظة الاولى. الملاحظة الثانية هي ان الجهات اللي بتتعامل مع الحادث لم تراعي التغير الذي طرأ على الساحة الإعلامية، لان الموضوع لم يقتصر على صحف فقط، هناك في سوشيال ميديا وهناك في اعلام الكتروني سريع بيحاول يدور على المعلومة اللي بتحصل بسرعة. في مثل هذه الجرائم لما تحصل في الغرب على طول بتقوم شرطة ميونيخ، شرطة باريس، شرطة لندن، بتيجي شرطة مدريد بيعلن عن الحادث بشكل موثق من خلال حسابات السوشيال ميديا عشان يبقى سريعته. يعني حتة ان انا ارسل بيان وان انا ابعته للصحف عشان يتنشر، ده بقى موضوع قديم شوية ولا مش مناسب للسرعة اللي احنا فيها، انما على طول بيتفاعلوا مع السوشيال ميديا، فبالتالي الانظار كلها تتجه، كل القنوات والمواقع العالمية تتجه لهذه المواقع، وعلى طول بتاخد حتى بتعمل سكرين شوت
الكلام بتاع الاكاونت الرسمي لهذه المؤسسات عشان يوثقوا شغلهم. كل الميديا العالميه شغاله بهذا الامر، بياخد يعني اللي يتابع يلاقي حتى نيويورك تايمز جاردن بياخدوا كده سكرين شوت عشان يبينوا ان كلامهم صح او يحط اللينك. فده طبعا مفتقد. يعني حضرتك تقصد انه التعامل لو بنتكلم على انه خبر نشر في الصحف المصريه لازم يكون في برضو نفس الخبر موجود على مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا، لازم يكون في تفاعل اسرع في نشر المعلومات والتواصل مع الناس. يعني مثلا هتلاقي في بعض المؤسسات تقول لك ايه احنا عاملين خط ساخن، محدش بيرد عليه. يعني برضو السرعه، احنا للاسف احنا في فجوه بيننا وبين اللي بيحدث في العالم حوالينا، فلازم الفجوه دي نسدها بالمعلومات. الحاجه الثالثه هي ده الكلام اللي اعتقد ان مسؤول عنه المجلس القومي لمكافحه، المجلس الاعلى لمكافحه الارهاب، مسؤول عنه الاجهزه بتاعت السياديه في الدوله في التحقيق ومعرفه ما تم تداوله بان هذه العمليه تمت بدون التنسيق مع اجهزه اخرى وان تمت بشكل انفرادي وما ترتب عليه من تاخر في وصول عربه الاسعاف وما ترتب عليه من تاخر في زياده الدعم. فالحاجات دي منظور لها للجهات المختصه هي اللي تبحث بده واعاده تقييم الموضوع. انما حته إن إحنا ننجرف وراء تكهنات وكلام هنا وهناك أو تسريبات هنا وهناك، كل ده هي 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 هيبدي على الأمر عشوائية ويبدي على الأمر انعكاسات سلبية وهتستمر الحالة ما هي. يعني هنخلص من حالة الوحيات ندخل في حادثة أخرى، حادثة أخرى ندخل في حالة ثالثة. ليه؟ لأن في عشوائية في الأمر وعدم تعامل باحترافية. بالإضافة أنه حادثة الوحيات هي مش الحادثة الأولى ضد رجال الشرطة، ما هي بس الفكرة كلها أن التحليل للموضوع هيبين أن كان في استهداف للرتب اللي موجودة في المجموعة وليس استهداف للعدد. بالزبط. وده تغير نوعي، فبالتالي على الجهات المعنية أن هي تحلل ده. الجماعات الإرهابية كل جماعة بتتميز بحاجة، داعش بيتميز بالترويع والشو الإعلامي، الجماعة اللي قامت بهذا الأمر ربما تكون محسوبة على القاعدة. في بعض الخبراء المتخصصين بإسلام السياسي قعدت أقرأ تحليلاتهم لقيت أن هم يعني حللوا الموضوع بشكل مختلف عن اتجاهات تنظيم القاعدة. هناك من يعتمد الموضوع على مجموعات حسم، قالوا لا ان الموضوع مختلف. أقصد ان الموضوع لا يتعامل عليه في العمل الإعلامي بشكل واسع. الأمر محتاج تريس ومحتاج تحليل عشان نشوف الخطوة القادمة والاستفادة فيما بعد. إنما لو تركنا الأمر لأن كل واحد يطلع يقول رأيه بيعمل أولا تغيير في العقلية بتاعت المواطن وتعمل نوع من بلبلة جواه، وفي نفس الوقت مع الوقت تكرار هذه العمليات بيعمل نوع حالة من السلبية ان هذه القطاعات او هذه المؤسسات غير قادرة على مواجهة الإرهاب. فبالتالي لازم نراعي كل هذه المنظومة. الخبر الثالث معنا من جريدة الأهرام. الخبر بيقول خلال مناقشة البرلمان لأكثر من 40 طلب إحاطة، شوقي المشاكل المالية وراء تأجيل افتتاح المدارس اليابانية. الحقيقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قال كده أنه اللي هيرضي النواب أو اللي قالوا عليه في مجلس النواب أنه النظام أو التعليم بشكل عام محتاج أنه يتفور، ومعالي الوزير نفسه قال انه ده ممكن يحصل بس ده مش هيغير من سيستم التعليم. اولا عايزين نتكلم على نظام الثانويه العامه الجديد اللي اتكلم عنه دكتور طارق معالي وزير التربيه والتعليم، وتاني حاجه عايزين نتكلم عليه على انه رؤيه حضرتك للتعليم في مصر وازاي ممكن نغير من اسلوب التعليم في مصر بحيث انه ما يبقاش نظام الحفظ واني اهم حاجه عندي التنسيق واني اجيب كام في الميه واخرج من الجامعه ولا كاني خدت اي حاجه. يعني هو كان من كام يوم كده قريت مقال بعنوان المدارس اليابانيه في مواجهه البيروقراطيه المصريه. فيبدو البيروقراطيه انتصرت على الفكر للمدارس دي، لان هي الفكره هو الوزير كان عنده مشروع طموح وكان عنده رؤيه بس في غموض في الموضوع. واعتقد ان البيانات اللي موجوده في مجلس الشعب ما لن تجدي باي ثمار، والشعب والشارع مش هيعرف اللي حصل ايه. لان المفروض لو احنا في دوله مؤسسات يبقى في وزير التربيه والتعليم بيطلع يعرض تقرير على مجلس الوزراء ومجلس الوزراء يطلع يتخذ قرار في هذا الامر. انما كوني ان انا يبقى يوم الخميس وزير التربيه والتعليم يجتمع مع رئيس الجمهوريه ثاني يوم يطلع قرار بارجاء هذه المدارس للعام المقبل، لا يبقى في حاجه غلط. الحاجه الثانيه يمكن في زملاء نعرفهم مسؤولين عن متابعه وزاره التربيه والتعليم قالوا لنا ان لغايه اسبوع فات كان يعني في فاضل حاجات بسيطه على انتهاء
المدارس بالشكل اللي يقدر يستقبلوا بيها التلاميذ. المدارس اليابانية بالظبط. فبالتالي يعني أصلا كان في محتاج لمسات بسيطة. هو اتقال في الخبر أنه معالي الوزير قال أنه هيتم العمل في هذه المدارس خلال 10 شهور. ما هو قال 10 شهور في تصريح تاني قال السنة الجاية بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية. مش 10 شهور من السنة الجاية، هي كمان 10 شهور يعني السنة الجاية. بس انا بتكلم على الفكرة كلها ان ايه التخبط في ايه، في ان انت ازاي انت خلاص انت كنت هتبتدي بعد اسبوع فجأة وبعدين الموضوع كان خلاص منتهي، انما فوجئنا ان قبل الدراسة ب 24 ساعة تم الارجاء. فده بيعمل برضو بلبلة عند اهالي التلاميذ اللي كانوا خلاص اقلموا نفسهم وودوا تلاميذهم للمدارس دي، فجأة واحد قالوا لا هنرجعهم تاني مدارسهم القديمة. فالبلبلة دي مين مسؤول عنها؟ التخبط ده مين مسؤول عنه؟ هل فعلا ما يقال ان بزنس المدارس ورجال الاعمال انتصروا على محاولة تغيير التعليم بشكل واسع؟ هل فعلا ما يتم تداوله بان كتير ان في عش دبابير في المجتمع بيمنع التطوير او يمنع اي حاجة، وده منتشر في الاقتصاد وده منتشر في بيزنس رجال الاعمال، منتشر في التعليم في الصحه. يعني كل دي تساؤلات لازم ان احنا نعرفها عشان يبقى في شفافيه تعمل. فاي مسؤول لما يجي بياخد قرار بيقول انت داخل عش دبابير، فده هل الوزير فعلا كان داخل عش الدبابير؟ طيب استاذ هاني، يعني هناك بعض اولياء الامور او الاهالي اللي بتسال سؤال محتاجين ان او محتاجه ان انا اطرحه لحضرتك دلوقتي. هل فكره اني اعمل مدارس يابانيه هو ده اللي هيطور من التعليم في مصر؟ بمعنى انه في مدارس في مصر امريكية، في مدارس انجليزية، في مدارس كندية، في مدارس فرنسية، في مدارس بكل اللغات تقريبا، وهي جديدة المدارس اليابانية حتى لو بعد سنة، ولكن حتى الان نظام التعليم الخاص بالدولة نظام التعليم الحكومي زي ما هو. فايه الفكرة من اني افضل طول الوقت نبحث عن مدارس من بلاد تانية او بلغات تانية او بانظمة مختلفة عن نظام مصري، ويبقى الحال على ما هو عليه ويبقى الوضع على ما هو عليه في المدارس المصرية، ويبقى الفساد داخل المدارس المصرية، وتبقى الاسعار في زيادة مستمرة بدون اخذ خدمات في المقابل؟ فيعني ايه الفكرة بقى من ده كله وانا التعليم عندي بينزل ما بيطلعش؟ هي فكرة كلها ان هو ده كان تحريك للمياه الراكدة، لان هي المدارس بنفس المناهج بتاعة التربية والتعليم بنفس المدرسين بنفس كل حاجة، بس كل ما في الموضوع ان المدارس مجهزة بشكل مختلف عشان خاطر التلميذ يقدر ينشط عقله مجرد وليس ان هو يحفظ وخلاص، الى جانب كان فيها زيادة في الجرعة الانشطة وجرعة في القدرات الابداعية فقط، هذا هو في الموضوع. فده بيكون لي اثر على المدى البعيد، انما باللغة المصرية عادي مفيش اي حاجة مفيش اي تغيير، انما المشكله كلها هي ازاي يتم التركيز على القدرات الابداعيه للتلاميذ. فده طبعا بما انه ما تعملش الموضوع بشكل ناجح، ما كانش يتعمل الموضوع بشكل واضح، وما كانش فيه شفافيه في الامر، خاصه الجانب الياباني حسب ما احنا عمالين نقراه ونتابعه متحفظ في ابداء اسباب الرفض، وبيقول الرفض مش من عندنا، ده من جهه وزاره التربيه والتعليم. فبالتالي ده امر منتظرين نعرفه. يعني احنا لسه كان عندنا مجموعه من الاخبار، لك للاسف وقت فقرتنا خلص. استاذ هاني دانيال كاتب الصحفي، بشكرك شكر جزيل لوجودك معانا النهارده صباح الخير. تحياتي. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع مع حضراتكم مره تانية فقرتنا الاخيره، انتظرونا بعد الفاصل.